اليوم بدنا نعمل مربى التين. هالطريقة هاي من 25 سنة كنا نطبخها، تعلمناها من أجدادنا، من أمهاتنا، من أناتنا، ونطبخ هيك طريقة التين. والله نحن ما بنحب نجيب يعني المربى جاهزة من السوق، بنجيبه على إيدنا وبنغسله، وما بنحب نجيبه من السوق، يعني ما بنعرف أشو داخله، مواد حافظة غيره، سواته مغسول ما هو مغسول، نظيف ما هو نظيف، يعني نحن بنطبخه على إيدينا. نحن بنطبخ الأصفر والأخضر. أنا بحب أطبخ التين لونه الأصفر، بالطبخ بيطلع أحسن الشمع يعني. وفي عدة أنواع تين، بس الأصفر أحسن الكل. في الأخضر، في الأحمر، في الخضراوي الكبير، يعني بس أفضل شيء يكون الأصفر. جبنا التين هلأ خسلناه وعبيناه بالمصافي لحتى نشف، أول شيء خسلناه وعبيناه بالمصافي لنشف. التين بيصير للمربى وبصير تيبيس للشتوي، من يبسه منصطحه ومن يبسه، ومنه بيضل مربى حب، ومنه بصير معقود، نمرسه ونعمله معقود. بعد أطفو وخسله وخسلنا هلا وحبي عبيناه في المصافي، هلا منكيل السكر والمي، منعيره ومنطبه ومنطبخه إن شاء الله. أنا بضيف السكر للتين كل كيلو 3/4 كيلو سكر. بنغلي القطر، بنحط السكر والمي، بنغليه، بنحط له بس ملح الليمون وشي نص ساعة، وبعدين بنحط التين بنطبخه شي ساعة ونص. بنطبخ المي والسكر وبعدين بنحط التين لحتى يعقد. وهلا بعد ما ركبنا على النار طبخناه ساعتين ونص لحتى يصير هيك شوي يعني سميك ويمط، يكون ان شاء الله مشي حاله واستوى ولا يبرد بقى بنعبي. وهلا هون عنا سوينا نوعين من المربى نفس المقادير، بس هذا بيضل هيك حب
وهذا مع عود نمر وسمرس. We'll be right back.